ازيكم يا اطفال، عاملين ايه؟ النهاردة عندنا فيديو جديد عن هنرسم شجرة. بس الاول لازم يكون عندنا ايه عشان نرسم شجرة؟ لازم يكون عندنا الوان، ولازم يكون عندنا قلم وورقة وكوباية فيها مية. هنرسم دلوقتي الفروع بتاعت الشجر. ماشي، ممكن ترسمه بأي طريقة انتوا بتحبوها، يعني ممكن تزينوا الشجرة بتاعتكم بالطريقة اللي انت عايزينها. هنروح بالفرشة او بايديكم مش مشكلة، هنحطها في المية. شايفين؟ هنروح عند الالوان، نقعد نعمل فيها كده شوية. ممكن بصباحكم نيجي هنا نقعد نزين في الشجرة بتاعتنا او بالفرشة. ده اسمها tree بالانجلش، leaves الورق. ممكن تغيروا الالوان، يعني مش لازم بس لون واحد، وممكن تزوقوها زي ما انتوا عايزين. بس قبل ما نختار لون تاني نغسل الفرشة كويس في المية ونروح عند لون تاني. انا بحب الاحمر. ممكن نرسم ابل لونها ايه؟ ريد. برافو. ممكن ترسمه بالشكل اللي انت عايزينه. ودي اخر الرسمة.